السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية يا أحلى متابعين متابعين بلاك كافي، ومن العايدين الفائزين وأول فيديو لنا بعد العودة من شهر رمضان المبارك والعيد. أكيد أني أستنى عيديتي منكم وأنتوا تستنوا عيديتكم مني. اليوم راح أتكلم عن موضوع أنا تكلمت عنه قبل، عن تقدير الذات، ولكن اليوم حنتكلم عن تقدير الذات أهم من تقدير الآخرين لنا. سؤال: هل أنت أو أنت تطالب بالتقدير من الآخرين أم لا؟ جاوب. أعرف أن الموضوع راح يكون على الجرح للبعض، والأغلبية العظمى يعانون من مدراء أو أشخاص بحياتهم ما يقدرون أي مجهود هم يقومون فيه، ولكن البعض راح يقولوا لكم ليش انتم تطالبوا التقدير من الآخرين؟ ليش انتم ما تقدرون نفسكم؟ سؤال: إذا كان عندك طفل صغير وعمل مجهود أو شغلة حلوة انت مو تكافئه؟ طيب إذا عمل شغلة مو كويسة انت بتعاقبه كمان؟ انت في المقابل لازم تقدر نفسك إذا عمل شغلة كويسة، وفي المقابل إذا عمل شغلة مو كويسة انت عاقب حالك. في بعض الأشخاص في الحياة اللي احنا عايشين فيها يحبوا انه الناس يشعروهم او يعترفوا بالمجهود اللي هم يقومون فيه حتى يشعروا بالسعادة، لانه هذا الشيء يشعرهم بالانتماء، يزيدهم ثقة بأنفسهم. البعض يحبوا انه نعترف بمجهودهم او الشيء اللي يعملوه في العلن. كمان شغلة، وفي ناس كيف أقول لكم، يحبوا إنه نشكرهم على مجهودهم مو مرة واحدة، 10 مرات. فبجد الله لا يصادفنا في ناس لازم نعترف بمجهودهم 10 مرات، عشان هذا الشيء جدا مرهق. في أشخاص ثقتهم بأنفسهم عالية جدا، ما ينتظروا من أحد في الحياة هذه لازم يقدرهم ويقول لهم والله أنتوا عملتوا مجهود كويس، والله أنتم سويتوا كذا. هم ميكافوا أنفسهم، هم ميقدروا أنفسهم من غير ما يستنوا من أي إنسان في الدنيا دي يقدرهم. طيب أنت موظف، أنت موظفة، أكيد تنتظري من مديرك أنه يقدرك في العمل، لكن تصدقوا أن المدراء يخافوا أنه يعترفوا لكم بأنه أنتم أشخاص مميزين في العمل؟ طب أقول لكم إيش السبب؟ راح يصدمكم شوية، لأنه لما يصير في مثلا أزمة اقتصادية في البلد أو أزمة اقتصادية في نفس الشركة، تيجي الشركة تبى تتخلى عنكم كموظفين، ما يجي أنت أو أنت كموظف تقولي له ليه أنا تفنشني وانا انت قلت اني انا موظف جدا مجتهد وموظف جدا جميل ورائع. يعني باختصار حجج واهية. طيب المدراء نفسهم يبغوا اشخاص يقدروهم، المدراء نفسهم يدورون على انه الشخص اللي اعلى منهم يقدرهم، يعطيهم كلمة جميلة. فلذلك احنا نتعلم نقدر أنفسنا ونحبها حتى ما نتعب. طب أقول لكم شغلة أنا أعملها عن نفسي، حتى عملتها اللي عندي في سناب شات يعرف أن أنا ثاني يوم العيد كان عيد ميلادي، ما استنيت من أحد يجيب لي هدية. إيش سويت؟ رحت اشتريت باقة ورد واشتريت كتابين وهديتهم لنفسي. ففي أجمل من كده؟ شوف اليوم كمان وأنا أصور لكم فيديو جاي أقدر نفسي، أشرب كوب قهوتي. لا تنسون تعملوا لي لايك وشير، وأهم شغلة اشتراك بالقناة يا أحلى متابعين.